الروسية عقب اجتماع لمبعوثي الرباعية الدولية في مقر الأمم المتحدة بالقدس أعلنت أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أعربا عن استعدادهما للعمل مع اللجنة لتجاوز العقبات والعودة إلى المفاوضات دون بطء أو شروط مسبقة، كما وافقا على تقديم مقترحات بشأن مسألتي الحدود والأمن في غضون 3 أشهر. من القدس سامي أبو دياب والتفاصيل. مساع دبلوماسية حثيثة جاءت بعد ذهاب محمود عباس إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية بعد فقدان الأمل في إحراز تقدم على الأرض جراء تعنت إسرائيل واستمرارها بالاستيطان غير الشرعي جراء غياب الإرادة الدولية، الشيء الذي شجع حكومة نتنياهو على شرعنة بناء المستوطنات داخل حدود 67. إسرائيل بطبيعة الحال تؤيد المساعي المبذولة من قبل اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين. على كل حال، على ما يبدو الفلسطينيون لا يريدون الآن العودة إلى ميدان المفاوضات، والحجة هي المستوطنات. نحن نقول الوحدات السكنية التي تبنى في القدس تبنى في أحياء، أحياء مشروعة، ليس هنالك مستوطنات كما نحن نرى الأمور في القدس في عاصمتنا، ويحق لنا كدولة أن نبني كما نشاء في عاصمتنا. تأييد إسرائيلي بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، الشيء الذي رفضه الفلسطينيون ما لم توقف إسرائيل الاستيطان وأن تعترف بحدود 4 من حزيران كحد أدنى تحت رعاية الرباعية الدولية. أبو مازن بحاجة إلى إنجازات اليوم بعد الضربة التي مني بها في من حركة حماس في اتفاق شليت، كذلك الرباعية الدولية تعتقد بأن الشروط المسبقة التي يدعها أبو مازن تعتبر عقبة أمام الاستمرار في المفاوضات السلمية بين الجانبين. إنها محاولات من واشنطن لإعادة استئناف المفاوضات وكأنها اللعب في الوقت الضائع، خصوصا أن الرئيس أوباما دخل معركته الانتخابية. في داخل هذا المبنى اجتمع الفلسطينيون والإسرائيليون كل على حدة باللجنة الرباعية ليؤكد الوفد الفلسطيني تمسكه بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود 4 من حزيران كشرط للعودة لطاولة المفاوضات. سامي أبو دياب من أمام مقر هيئة الأمم المتحدة